C'est du social. My name is Ziz Et? Ahmed. My name is Yerziz Ahmed. Years old, 21 and عندي 30 سنة. انت اعمل ارينج اركب انا الجمله ولا ايه؟ مش فاهم. لا. انت فاهم؟ My name is Ahmed. احمد ايه يعني؟ Ahmed years old, 30 and salary 8000. ده اسمك؟ لا salary. ايه السبب يعني؟ يعني ايه انت تشرط علينا؟ لا انا مش بالعربي عشان انت شكلك مش فاهم حاجه. لا انا فاهم انجليزي. 13 years old. 60 ماشي. فريش جرادويت؟ يس ازاي 60 وفريش جرادويت؟ يا استاذ انا ما اعرفش. انا 60. 60 يعني 13 سنة. ايوه. لا انا عندي فريش 30. جرادويت من تالتة إعدادي كده. لا انا عندي 30 سنة. 30 سنة وفريش جرادويت؟ أنت قعدت كام في الكلية؟ كام سنة؟ معلش ممكن اسال صدرك سؤال؟ هي جيش وترتد دي إيه؟ يعني جيش وترتد يعني انجلش وررت دي. فريش جرادويت ماشي. يعني حديثي التخرج. أنت لسه متخرج السنة دي. نو دي الوحيدة اللي أنت عارفها نو؟ انا نو كرت وان فافت. نو طيب تمام. بص يا دكتور، أنا هسألك كام سؤال اسألني يا تمام استاذ. الأول في الطب، ونرجع بقى لموضوع الريديوس السيلف ده ماشي تاني. اسألني علي. تمام. إيه الأدوية اللي بتبقى في التلاجة؟ بصفت لك آه الأدوية اللي هي ممكن تبوظ بره الثلاجة. ممكن اعرفها. الدواء القحة اللي بيبوظ بره الثلاجة واللي بوظ اللي لبوس ممكن يبوظ ايه تاني؟ والأدوية اللي بتهبط والمقولات المكشوفة. المشروبات دي دواء؟ أنا مات. انت محتاج علاج والله العظيم، محتاج تروح لدكتور بيطري يعالجك. طيب تمام.